ساره، غلبنا النوم امبارح وما قدرناش نكمل معاها اللحن الجميل ده. اللحن الجميل دي زمانها ماتت. انتوا مش شايفين ان دي حاجه غريبه؟ يا سلام، وايه الغريب في كده؟ الغريب ان احنا سامعينها عماله تغني، والمفروض ان ايديها مربوطه وبقها مربوط، والاغرب ان هما بيقولوا ان هما نايمينها وسط التعابين والعقارب وعماله تغني. مش معقول، دي لسه حية. اكيد البنت دي سحرة. سحرة ايه ده؟ دي إلهة قوي، إلهة قوي. يعني ايه بقى؟ شكلك مصدق دعوتها صح؟ مش بالظبط. بس بقى خلونا نسمع. ما تسيبنيش للهم يسيبني، انت خوفي نور قلبي سامع لاحظ. يبقى اكيد مات. بتموت يا اخي، مش هادي الاوامر؟ انت نسيت ولا ايه؟ ايه ده؟ شوف النار طالع من الصندوق. السلام لك يا مهرائيل العذراء العفيفة، هو ده قد اوصلتك الى بيت ابيك في طموح. ده وعد الرب، حسب ما وعدت امي العذراء والدك يؤنس، وسيكون اسمك شائع في كل مكان، وكل من بنى كنيسة على اسمك أغفر له خطاياه، وأجعل ملائكتي يحفظونها، وقصوص كنيستك وشمامستها يكون أطهارا مباركين، وكل من تشفع بك أجيب طلبته، والذي يكتب سيرة شهادتك أكتب اسمه وجميع أهل بيته في سفر الحياة. والآن تقوي لأنه حان وقت أخذك الإكليل. دي ماتت ولا إيه؟ إيه الصوت اللي إحنا سمعناه ده؟ يا عم إحنا مالنا؟ بقول لك إيه؟ إحنا نرميها في البحر زي ما أمرنا الوالد. لا، دي ماتت في طموح، يبقى لازم نبقونا هنا. فعلا، أنا سمعت الصوت بيقول إن بلدها طموح. بالراحة بالراحة. بعد ما تحفروا انظهروا لنا. بقول لك ايه؟ احنا نحفر الاول وبعدين نبقى نفتح الصندوق ده. انا قلت كده برضه. يلا بينا. بص، انا هسحب بالسيف وانت تعبي بالخوذه. ماشي. ها. يعني اتاخروا ما ردهوش علينا. يلا بينا نشوف. يلا بينا. تعالوا شو دعم معانا. استنى ما اطلع معاك الخط. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ امال فين الحقارب والتعابين؟ انا مش عارف واخد المفروض المدين ده بتكمل على الرايه محطوط جنبها. دي حاجه غريبه قوي. يا طالع من الحفرة. ايه ده؟ ده نور ولا نار ولا ايه بالظبط؟ البنت دي بيقول عليها دي عايزه تقول لنا حاجه. احنا نقول لاهل البلد وهم يدلونا على ابوها. يلا يا عم احنا رن. سيدي الكاهن، بترجاك تخفي جسد بنتك، لان الوالد لو عرف ان احنا دفناها في البر وما رميناهاش في البحر هيعاقبنا عقاب شديد جدا، وممكن يحرق القريه كلها.
اطمن يا ابني. حبيبتي كنت أمانة، ربنا أعطاها الله، ربنا استردها. ليكن اسم الرب مباركا. جسد جبرائيل هنا واحنا البلد كلها. عندك حق، جبرائيل الشعب كله بيحبها وبيتشفع بيها، ولو الوالي عارف مكانها مش خلاص. ده وعد ربنا لينا يا اولاد ان جسدها المبارك يرجع بلدها تاني. ربنا يهدي الواحد الجسد ده. انا اشوف مكان يليه بالجسد الطاهر ده، حكلف واحد امين يحفظ المكان. والقلب صاب العمى والكل بيضبش. ايه ده؟ ما توسع رجليك يا اخينا كحرطنا. ما تخلي بالك انت يا اخويا. ايه ده؟ اصدق وداني ولا اكدبها؟ عم ابامون؟ ايوه يا سيدي ابامون.
يا سلام، شوف الحظ يا راجل، انا اللي جاي انطق ام رجليك الكريمه تعبني. واصيب ليه ان شاء الله؟ يعني عايز ادخل اشوف الجسد يعني واخد بركه. لا لا لا، بقول لك ايه، انا مش عايز وجع دماغ. اصلا انت شايف المفتاح مش معاك. المفتاح مش معاك. مش معاك انت يهمك بالفضيحه يا عم ابو ده، انت كل في كل اعمل له كده يتفتح. ايه اللي اعمل له كده؟ انت ما انتش فاهم حاجه، الحاجات الخايبه بتاعتك دي ما بتمشيش معايا. شوف مصلحتك. طب اشوف مصلحتي، بس دخلني اطل طله كده نومك سواد. وبعدين معاك بقى. لا بص، هتخنقني. شوف مصلحتك. خلاص خلاص يا عم ابو، انا عايز اقول لك حاجه. اقول لك يا سيدي، انا عندي فرخه وارثها عن المرحومه خالتي. اول بضعه اديتها عاجب لك التصرف بتاعي، ولا اقول لك عاجبك ده بالحلال؟ بقول لك ايه، معاك دينار فضه هتدخل، ما معاكش مش هتدخل. وشوف مصلحتك. دينار فضه؟ يا انا فيهم بقك، ده عمري ما شفت ولا عارف ريحه. طب وطبعا ما انت عمرك ما هتشوف. هتشوف ازاي يا حبيبي؟ كتر خير كتر خير. طب دخلني بقى نوبك معروف. بقول لك ايه، شوف مصلحتك وبعدين بقى احسن اعملها معاك. ما تعملهاش، انا عارفك راجل شرير وجشع، انت راجل ما عندكش نظر. يلا يا حبيبي، يلا يلا بالسلامه وقلب دعيلك. يلا شوف مصلحتك بقى. يا ساتر، انا المحقوق اني جيت لواحد زيك. اخص وقلت اخص. لا بقى اخص وقلتين اخص، ان انا عبرت واحد زيك. انا المحقوق. اتصدق يا ابا مون اني اخص وثلاث الاف اخص، ان انا لجأت واحد زيك. انت مش ابا مون، انت ايجي الهول. وليه ولا سلام ولا رحمة عليك يا اخي. مش الاب والاب وواحد طبيب لا واحد امي. ليه سيدي يسوع المسيح ابن الله الحي، ارجوك يا سيدي أن تلحقني بأختي الرئيس لأكون معك الوضع الذي اخترته لقدسيك. اشتاقت نفسي يا سيدي أن أراك وأرى الرئيس. أرجوك يا سيدي أن لا تحرمني من أمل هذا بشفاعة أم النور الطوارئ القديسة مريم. اسمعني حين أنا أناديك بشكر قائلا: يا أبانا الذي في السماوات، لا تقدس اسمك، ياتي ملكوتك. ها خدت راحتك؟ زرت كويس وخدت البركه؟ الحمد لله. خدت البركه يا حبيبي؟ انا تحت امرك، منين ما تحب تزوري انا تحت امرك. شكرا الف شكر. شو مطلعتك؟ طبعا ما دام بتدفع انا تحت امرها، وكل واحد يشوف مصلحته. صباح الخير. صباح النور. انت يا بابون؟ ايوه انا ابا مون حارس المكان ده. ايوه انا الحارس بتاع المكان ده. ايوه خد. ايه دول دينارين وانتوا تلاته؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ تلحقي ايه؟ افهم. ادينا مننا كمان خلينا ناخد. يا ساتر، حقيقي ما تكذبوش، اتفضل. ايوه كده. يلا بقى اخش الفطار وزوره، بس ما تعملوش حس. يلا شوفوا مصلحتك. احنا غرباء عايزين نبات جنب الجسد ناخد بركته وهنمشي بكره. يا سلام، من عليا الاثنين تباتوا وترحرحوا كم يوم كمان، بس عايزين اتنين دينار كمان. دينارين كمان؟ ليه يعني؟ خلاص ما تكتريش في الكلام، شوفوا لكم بيتها في حته تانيه. ولا هو الكندا؟ ولا يمكن كانت وكندا، ولا مش وكندا، ولا مش مزار ده. يا اخ ابا مون، امي مريضه ووعدك لو نالت الشفاء على ايدين القديسه مفرائيل هديك الدينارين. لا قطعتي قلبي، انت تعبانه يا ماما. لا بقول لك ايه، هتجيب الدينارين هتخش في بيته، مش هتجيب الدينارين تزوره بس. شوفوا مصلحتك. امرنا لله، ربنا يسامحك. خد. يا ساتر، انا في حياتي ما شفت ناس جشعه بالطريقه دي. يا قديسه يا دينارين، يا عروس المسيح، ارجوكي اتحليني عليا وصلي لرب يسوع انه يشفيني من اوجاعي. يا قديسة مرائيل، يا عروس المسيح، صلي لربنا علشان نشفي منه. 144 مين؟ وقف يا ابا مون، 5 طرح. فين راح؟ فين؟
ازور القديسه مهرائيل عشان تشفيني، عشان انا عاجز. رجلي تعبانك ايه؟ تشفيك ايه؟ شوف مطلعتك، انت جاي تشحت هنا مش وقت شحاتك. ابا مون الله يخليك، انا مش جاي اشحت، القديسه تشفي رجلي، انا زمان عاجز، نفسي اخف. ابا مون عاجز اديك 10 دينار ازور القديسه. دين 10 دينار مهرائيل؟ انت هتشحت عليا 10 دينار ايه؟ اتفضل اتفضل شوف مطلعتك. البس الجسد واطلع على طول كده بايديا. بقول لك ايه؟ ابا مون يلا 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 يلا. الله يسامحك. سافر على العالم ايه؟ فاتحنا سبيل تخبطنا. احنا كنا بنقول كام؟ ايوه ايوه 45 46 47 48 49 50. ودي كانت حكايه القديسه مهرائيل عروس المسيح وبنت بلدنا. ياه حكايه عجيبه قوي. لكن قول لي يا عم اسحاق، عمل ايه ابا ايسي واخت تتلى؟ عملت زي ما العذراء قالت لها بالظبط، قالت لها انها هتلحقه، وفعلا سافرت وراه اسكندريه وقعدت تدور عليه. لقته مسجون مع صديقه بولس منتظرين الشهاده على اسم المسيح، وكان معاهم اهو شخصيه كبيره قوي، الامير الامير بؤطر الانطاكي، بؤطر ابن رومانس الانطاكي، وكان بيقويهم ويشجعهم. يستشهد ابنهم، وبعدها راحت تكلى للواري الروماني واعترفت بالمسيح، ونالوا كلهم اكلوا الشهاده. عجيبة يا امير كرم. ادينا عرفتكم وجاوبتكم على كل الاسئله اللي انتوا كنتوا عاوزين تعرفوها قبل ما تروحوا تزوروا القديسه مهرائيل. احنا شاكرين تعبك معانا يا عم اسحاق. معاكوا ذهب او فضه؟ خير ربنا كتير. كويس، هتلاقوا هناك واحد اسمه ابا مون، ده جشع قوي لكن هيزوركم ما تبحث الدوله. تتفضلوا تستريحوا بقى دلوقتي، وبكره هتكونوا في طمو. مع الف الف سلام، شرفتونا وانستونا. ألف ألف شكر يا عم أبامون. لحظة واحدة لحظة واحدة بس، أقفل المزار وأجي أوصلكم لحد المركز. لا ما تتعبش روحك. لا تعب إيه؟ تعبكم راحة، ده أنتوا دنانيركم مغرقان. اتفضلوا اتفضلوا. طب يا سيدي شكر. العفو. إيه ده؟ ده قفل البيت. أكيد هيرجع، نستنى شوية. استنى إيه بس؟ إحنا عارفين عايز. السلام لك يا عروس المسيح مهرائيل. ايه ده؟ مين فتح الباب؟ لازم حد دخل، حد يخش من النار. ايه ده؟ ارفع ارفع. الحرامي الحرامي في ايه؟ الحق مالك ده؟ انك تعرف يضربك بالعصايه. يا خطي يا بني، أنا كتير عشان عايزك إنسان بارد. أيتها القديسة العفيفة مهرائيل، أرجوكي أرجوكي سامحيني وارحميني، بلاش تجازيني عن أهلي وعن فهم حقيقتك. أيها الرجل البار أبادي، هذا الرجل لا يصح أن يكون أمينا على جسدي، لأنه لا يدخل أحد إلا إذا دفع له نذورا، وهو قد أعماه بشر، وأنتم ليس أول من يصنع معهم هذا، فدعه لكي يتأدب، لقد صبرت عليه طويلا، لعله يرجع عما يفعله دون فائدة. آه تستاهل، ليس جزائك يا بامون. فعلا، تبارك أيتها القديسة العظيمة مهرائيل. انت اللي عرفتي تأدبيه لانه منعنا عن زيارتك، لاننا فقراء معناش ندفعك. حد ياخد ايه؟ عايز اخد بركه القديسه من عيني. قربوني خد ايدي، قربوني الجسد، قربوني يا قديسه العظيمه، هاخد بركتها وامشي. قربوني قربوني من الجسد يا قديسه.
عروس المسيح، ارحمي يا بامون وسامحيه عشان خاطر الشعب اللي واقف قدامي. سامحيه عشان يعاين رحمة ربنا ويعرف طريق طاعته. سامحيه يا بدريل يا بنتي. خير من الشعب الذي اختاره لنفسي.
الرب وعطى وعطى والرب أخذ والرب أخذ فليكن اسم الرب مبارك. اسم الرب مبارك. إبراهيم إبراهيم أدن ابن إسحاق أدن ابن إسحاق في طاعة وخضوع في طاعة وخضوع. وأنا بقدم ولادي وأنا بقدم إسرائيل يا بابا نور اللي اختار اختار لهم ذبيحة حب وقدموا حياتهم وقدموا حياتهم مثل مثل للإيمان الحقيقي للإيمان الحقيقي برب المجد. الناس بتعزيني عشان أنا فقدت ولادي لكن الحقيقة حقيقة أنا كسبتهم لمجد الكنيسة كسبتهم لمجد اللي هيعيشوا في قلبها وقلب ولادها من الكنيسة المجاهدة بتاعتنا دي لغاية الكنيسة المنتصرة في أورشليم السمائية. واستشهدت القديسة العظيمة مهرائيل في يوم 14 طوبة في السنة 20 لملك دقلديانوس قيصر السنة 20 لتقويم الشهداء الموافق تقريبا يوم 9 يناير سنة 304 ميلادية. أما أخوها الشهيد أباهور السريقوسي فاستشهد بعدها بعدة أشهر في يوم 12 أبيب في نفس السنة بركتها وشفاعتها تكتشمنا كل حين.